أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجها لوجه. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الكريم، معنا الدكتور سامي الفراي. مرحبا فيك دكتور. مرحبا، شلونك؟ ولتشرف اللقاء وياك، وخاصة الحلقة الأخيرة في الموسم الحالي. نشوفك على خير شهر 9 إن شاء الله. سؤالي الأول دكتور، الكل تخوف من الاتفاق نقول الأمريكي الإيراني النووي، على الرغم أنه قبلها كان في اجتماع في كامب ديفيد وأعطوا تطمينات حق دول الخليج وزيارة ظريف وزير الخارجية الإيراني للبلد، أعطى تطمينات يقولون ورسائل بالتطمينات. الاتفاق النووي الأمريكي هو من صالح دول الخليج، شنو تعليقك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاتفاق النووي طبعا يجب أن يدرك، أن ينظر إليه من هذه من هذا المنظور اللي هو منظور الخليجي. حقيقة ربما أكون أنا أكثر واحد عمل في هذا الموضوع قبل ما يحدث هذا الشيء، وأحب بس أطمئن شعوب الخليج أن قضية التفكير في مثل هذا الموضوع صار لها 5 سنوات، يعني نحن لسنا متفاجئين. ومن ثم الردود التي تسمعونها من المسؤولين الخليجيين هي ردود قائمة على ثقة أنها مدروسة من قبل حقيقة على المستوى الفكري، يعني هذا ضروري. إذا يوم واحد شاف والله أن ربما مسؤول خليجي انحرج شوية أو أخطأ التعبير، فهذا لا يدل على موقف أن نحن متفاجئون، أننا متفاجئون من هذا الشيء، لا، أننا متفاجئين من هذا الشيء، هذا لا، مو صحيح. إحنا درسنا هذا الموضوع حقيقة في حلقات تفكير منذ 2010. المهم، في الورقة اللي أنا وضعتها في إبريل 2010، وهذه على مستوى خليجي وليست مستوى كويتي فقط، فنحن نقول بأنه الوصول إلى مثل هذا الاتفاق هو اعتراف بأن، يجب أن يفهم من هذا الصورة، اعتراف بأن إيران وصلت إلى القدرة التكنولوجية لصنع قنبلة نووية، وأنها لن تقوم بإكمال صنع قنبلة مقابل كذا، أن يرفع عنها العقوبات، أن يقام كذا، أن كذا، أن كذا، عرفت؟ فنحن وصلنا إلى هذه النقطة. إذن هذه النقطة بالنسبة لنا هي لم تحدث، وصول إيران إلى هذا المستطويرها لهذا المستوى التكنولوجي بحيث تستطيع أن تكون قادرة على صنع قنبلة نووية لم يحدث إلا بسبب أننا نحن بعيدون، الدول الإقليمية كلها ونحن منها كخليج، كمجلس تعاون، كتركيا، كمصر، كالأردن، كإسرائيل، كل الدول هذه الدول الإقليمية المحيطة، كازاخستان محيطة بإيران وتتضرر من حصول إيران على قدرة نووية. نحن أولا قائمون على المفاوضات، ثانيا أدخل في المفاوضات دول مثل ألمانيا مصالحها الاقتصادية أعلى من مصالحنا ومصالح الغربية الأخرى والصين وروسيا في هذا الاتفاق، مع أن نحن مصالحنا أكثر مع إيران وإيران مصالحها معنا أكثر كدول إقليمية. وثالثا أن هذا بسبب أسلوب المماطلة اللي اتبعتها إيران معها والذي تعايشت معها الدول المتفاوضة. ففي نظرنا إحنا يجب أن نحكم بأنهم فشلوا، ولقاء هذا الفشل فإن نحن سوف نقوم بإعادة رسم علاقاتنا معهم. فنحن لا نقول اليوم كما رأيت في كامب ديفيد، لا نقول سوف نقطع العلاقات، ولا نقول سوف نغير الحليف الاستراتيجي من الولايات المتحدة إلى روسيا كما يقول البعض أو يقترح البعض، ولا نقول سوف نشتري أسلحة من مصادر أخرى، ولا نقول نحافظ على علاقاتنا الاستراتيجية، ولكن هل نفكر بأشياء أخرى لتسند مواقفنا؟ طبعا من المقرر إحنا ما نسميه بالخيار 7 في الورقة 2010 هو أن نحن نأخذ مطلق الحرية في أن نرى كيف مصالح الأمن الوطني لنا وكيف نقوم بالدفاع عنها. وهذا ما أعلنه كذا سفير وكذا وزير سعودي في الشهور الماضية. ولذلك منذ 2010 بدأت صفقات الأسلحة العملاقة ووصلت منها، والدليل ترونها الآن أمامكم في الحرب في اليمن، والقدرة قدرة الثقة التي ترونها. نحن الآن المملكة العربية السعودية توجه تهديدا إلى إيران على سبيل المثال. فعندنا الآن بالنسبة لهذا الاتفاق النووي عندنا نقول لهم نحن سوف نقوم بما يحقق أمننا. هذه عبارة غامضة،
فالبعض هناك يقول ان احنا سوف نلجأ الى الحصول على قنبلة من باكستان او نشتريها صحيح. من كوريا الشمالية او نقوم بكذا وكذا، ونقول هذا ليس بشأنكم، نحن الان نفكر بأمننا، ما دمتم انتم لا تفكرون بأمننا، ما دمت مصالحكم الاقتصادية ومن بينها بيع السلاح سوف نحافظ عليه. حلو اوكي، لان نقول احنا دول الخليج الان تخطيطيا يعني لها قدرة عسكرية ان تواجه اي خطر ايراني على دول. شو تفسر، تذكر في اخر لقاء وياك انت نبهتني شوف راح يصير في 30/6 في المنطقة، نبهتني على امور معينة خاصة في بداية عاصفة الحزم كنا نحللها وياك. هل قصدت من هالكلام في 30/6 ان ما حصل التفجيرات في السعودية في القطيف وفي ما حصل في الكويت وما يحصل الان في البحرين وما حصل في فرنسا وما حصل في تونس؟ اولا لا شك تدرك ان الان في على موجات التواصل الاجتماعي هناك كم هائل من المؤامرات، هناك كم هائل من الشائعات التي تحط من قدر على سبيل المثال خاصة المملكة العربية السعودية، وأن المملكة العربية السعودية مقبلة على الانهيار وأنها وأنها وأنها، وختمها السيد محمد حسنين هيكل بقوله نحن لسنا بدول حقيقية وإنما الدول الحقيقية مصر وتركيا وإيران وحتى نسى إسرائيل وهي دولة حقيقية يعني. فهناك موجة، فأول شيء نحن الآن هدف لموجات من الشائعات، هذه تتناول الجانب السياسي وتتناول الجانب الاقتصادي كذلك، وتحط من كذلك عزمنا وثقتنا فيما نقوم به على سبيل المثال في اليمن أو في البحرين أو في لبنان، ما نحاول أن نقوم به في سوريا وفي العراق، ونحن نقول لهم القافلة تسير والكلاب تنبح. انظروا ماذا يحدث الآن في تركيا، هناك تنسيق تركي كبير مع السعودية على سبيل المثال. صحيح. أيوة. يعني العبارات الأخير على العبارات التي انتقدتها تركيا لتعريف المنطقة الآن في سوريا هي عبارات تدل على سعيها إلى يعني حقيقة القضاء على كل غموض يتعلق بأي مطامع إقليمية لها داخل الأراضي السورية، لأن هذا بالنسبة لنا خط أحمر كدول الخليج. فإذا الشيء الثاني، الهجوم الثاني اللي يشن علينا هي قضية كثير، يعني كلما تحق يراد بها باطل، مثل القدرات الاقتصادية، عجز هنا عجز هناك ما أدري إيش. الثالث هي قضية يعني التوقل في دق إسفين الطائفية بيننا يعني. صح. والحمد لله الشعب الكويتي عطى مثال للشعوب الخليجية إن هذا خيارنا، خيارنا الوطني أن نعيش مع بعض، عرفت، وكل واحد شأنه وعلاقته بربه كيفما يشاء، هذا لا يتعلق فقط بإخواننا الشيعة وإنما يتعلق كل الطوائف والأديان في المنطقة، كلهم لهم حق في أراضيهم في أين يقطنون وهم مواطنون بالدرجة الأولى. والرابع طبعا هو نحن الآن نرى أن يعني الخيارات التي نضعها إحنا الآن أمام دولة مثل الدولة العراقية هي إما هي خيار الدولة ونحن مع خيار الدولة ومصلحتنا في خيار الدولة العراقية. صحيح. وخيار اللا دولة، خيار اللا دولة يمثل اثنين، يمثل داعش في احتلال هذه المناطق، ويمثل التوغل الإيراني اللي يحاول يطمس شخصية الدولة العراقية والقيادة العراقية بتحويلها إلى هوية طائفية وليست هوية عربية مستقلة، عرفت، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية. فهذا تحدي. التحدي الرابع شفته الآن في بالنسبة لتركيا. صحيح. بالنسبة للغة التي تظهر، فإذا نحن اليوم على ما يقول 30 يونيو كان يمثل بالنسبة للإيرانيين الوصول إلى الاتفاق. الاتفاق تأخر أسبوعين، وصلوا إلى الاتفاق. الآن أنا بس أحب أذكر المواطن العربي فيما يتعلق بهذا، يجب أن نبدأ اليوم بعدم الحديث عما يسمى سايكس بيكو. انتهى هذا، انتهت آثاره وتبعاته يعني. الآن صارت المسألة يعني خضت الدول العربية وطرح الموضوع مرة أخرى الآن أمامهم، والمسألة عايمة، نريد أن نخط العراق بهذه الصورة ونسمح للنفوذ الإيراني بالعراق بهذه الصورة، وأن يمتد النفوذ الإيراني إلى 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 سوريا، وأن يمتد أن يظل في اليمن، وأن يحاول أن يعكر استقلال البحرين وأن يعكر استقلال لبنان. الآن لازم نتحدث عن لوزان 2015
مو سايكس بيكو، عرفت؟ انتهينا الآن، اليوم محاولة من قوة أخرى إن حقيقة أن تهضم حقوقنا في قراراتنا فيما يتعلق بسيادتنا واستقلالنا. الآن الناس ما يدركون أن ما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي هي مهمة تاريخية كبيرة وتحتاج إلى كل الدعم العربي والإسلامي والمسيحي العربي الموجود وكل الطوائف. إن إحنا الآن نحاول نحافظ على ما نسميه بالدولة الإقليمية العربية، عرفت؟ في النظام الإقليمي العربي، ومن ثم لبنان هو لبنان بمسيحيه وشيعته وسنته والآخرين، وسوريا هي كذلك. فنحن الآن لو كانت لنا مطامح إقليمية، ولكن هذه المطامح الإقليمية يعني الناس يأخذونها مثل ما تقول يحاولون يطلعون باجتهاد. عندنا الاجتهاد المصري فيما يتعلق بسوريا وفي النظام السوري، ولكن حقيقة بالنسبة لنا احنا اتخذنا موقف يجب ان نستمر على هذا الموقف. انا من شخصيا كمثقف من المتشددين في هذا الموضوع، ويجب ان يكون خطنا واحد وان لا تفتر يعني لا تتفرق ايدي سبأ، واقصد بذلك مجلس التعاون الخليجي. يجب ان نستمر في هذا المهمة، لان النظام الاقليمي العربي هو اللي من ضمنه احنا اسمنا حدود السعودية، حدود الكويت، حدود الامارات. هذا شيء مهم بالنسبة لك. كل دول الخليج متفقة على هذه السياسة؟ لا، مختلفين طبعا، عشان كذي أنا قاعد أقول لك رأيي. وسبب الاختلاف؟ اجتهادات أين يرون المصلحة القصوى. يعني أنا أعتقد أنه هو مهم بالنسبة لنا ما هو معلن. ما هو معلن هو موقف كبير. يعني إحنا على سبيل المثال لا نستطيع أن نتفق على سياسات مع دول شقيقة، ليس بسبب أن احنا لا نريد أن نتفق مع هذه الدول الشقيقة فيما يتعلق مثلا، على سبيل المثال أكون واضح جدا، الإخوان في مصر، لو بس أخذنا بس الإخوان اللي صوتوا للرئيس محمد مرسي الرئيس السابق، فنرى 4 ملايين منهم. يعني كيف تهضم حق 4 ملايين؟ كيف؟ صح. هذا غير اللي أيدوهم من شباب الثورة ومن الصنوف الأخرى. وتعرف أن المد السياسة هي مد وجزر مرة لصالحك مرة، وتعتمد على أدائك وعلى نجاحك. فأنا أعتقد أن احنا من جانب دول الخليج أعطت كل ثقلها الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وهذا حق، ويجب أن تنجح مصر اقتصاديا. وقبل أن تنجح مصر اقتصاديا كذلك مصر يجب أن تنجح ما نحاول أن نقوم به بسياسات لم الشمل. فعفوا تفضل، بس ابي اقول لك احنا لم الشمل هي هل مصلحتنا، خلينا نكون واضحين جدا، هي المصالحه مع الاخوان، ولا جعل الاخوان يكونون تحت هيمنه ايران وايران تستمد القوه منهم؟ خيارات صعبه جدا على صانع القرار الخليجي، عرفت؟ فاذا يجب نجير كل ما هو موجود لصالحنا من اجل نواجه ايران، لان ايران الان مدعومه بمصالح غربيه. مصالح غربيه ما تقول بالضروره، ما في غربيين وايد يقولون والله على سبيل المثال نقتطع العالم العربي مره ثانيه، لا، يعني في ناس عندهم راي كذي وهذا، ولكن في راي اخرين. ومن ثم الاداء الاقتصادي لنا وكوننا احنا دول تقوم بوظائفها في النظام الدولي هو اللي راح يخلي العالم يظلون معنا ولا يتوجهون الى ايران، كون ايران هي المحطه في طريق الحرير الى الصين. عرفت؟ يعني السياسة الأخيرة اللي نفهمها أن سياسة مد جسور المصالحة مع دول الخليج أيام كان الربيع العربي، غيرنا سياستنا شوي، كنا نواجه والحين نمد الأيادي. هو مو بالضرورة هذه، احنا يعني لا تنسى يعني مثل الإخوان المسلمين اليوم إيران هناك محاولات لمد الإصلاح، في يعني سمعنا حتى يعني الدور المصري في سوريا بعد. يعني خلينا نتكلم على قضية المصالحة مع الأخوان المسلمين، نلاحظ حتى بالكويت. يعني لا، شوف، هو خصمك راح يظل خصمك، بس هو خصم هو من الثقل بحيث ما تستطيع تتجاهله، والاستراتيجية تقول بتقليل التناقضات، إزاء الوصول إلى الهدف الأكبر. الهدف الأكبر بالنسبة لنا هناك فرز ما بين النظام الإقليمي العربي اللي تمثل دول الجامعة العربية المعترف فيها فيما بينها وكلها بحدود الأخرى، وسيادة نظام ما نستطيع نهزه، لأن من تهزه تهتز. هذا واحد. فنحن ليست عندنا العقلية التآمرية، ف
فنحن لن نسمح باقتطاع أجزاء من سوريا، والنظام السوري يقتطع يعني ضعيف جدا، عرفت؟ في فرق بين نظام بشار الأسد وبين سوريا الدولة وسوريا الشعب. الآن احنا عندنا ثلاث دول لها قدرة في التوقل في جسمنا العربي، دولتين كبريين، واحدة تحت مظلة نيتو تركيا، والثانية قوة نووية اسمها إسرائيل. هذه تؤثر على أكبر بلد عندنا عربي بسكانه مثل مصر. مصر لا تستطيع أن تواجههم عسكريا، هذه حقيقة. زين، الآن من وين نجيب العنتريات؟ هل نسمح الآن بالنضعف في الاختلاف ما فيما بيننا وبين مصر بحيث تأتي دولة ثالثة تصبح من القوة بقدراتها التكنولوجية وأعدادها اللي هي إيران 90 مليون زائد قوات قدرة نووية تكنولوجية، يعني بنية بشرية جاهزة للتطور في أجزاء، ليس اقتصاد أحسن وأسلحة أكبر، فهمتني؟ إنها تدخل في عمقنا. الآن إحنا الآن لا نستطيع حتى أن نكف شرهم عنا، حتى عندما يتقاتلون. الآن الاحتمالات، أنا أتكلم عن مجموعة من المحللين، في 1 يوليو أصدرنا تنبيه من ورقة واحدة يقول بأن تركيا سوف تتدخل في سوريا. طبعا دول الخليج تستلم كذلك من مؤسسات رسمية شيء تقدير خطر مثل هذا الخطر، ولكن هل استعدت لما هذا الخطر؟ أنا لا أستطيع أن أجيب عليه، ولكن أتكلم عن مجموعة تحليل، احنا أصدرنا هذا الشيء. زين، الآن عندما نتكلم عن الأخطار، قبل بداية الحلقة أتكلم عن أن هناك كلام عن تواجد أمريكي ونزوله. أنا أتكلم لك، أنا توني جاي من اسطنبول من 3 أيام 4 أيام، فإحنا نتكلم مع مجموعة مستشارين في نيتو، أحدهم يقول أني أنا في زيارة، وهذا كان بصفة الأستاذ لي لما كنت أنا أدرس، أنا لازلت متأثر بكتابه عن المواجهة ما بين حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو، فهو عقل حجم هذا النوع من الصراع، مو حجم نوع من الصراع إيران وإسرائيل، هذا أقل، هذا لعبة صغيرة عنده. فيتكلم وهو يقول لي أن احنا، يتكلم في المداخلة مالته، أنا للتو جئت من إسرائيل وأعتقد أنهم جاهزين للحرب، وبتطور الموقف إزاء الاتفاق النووي الإيراني والمعارضة داخل أمريكا، فإن رئيس الوزراء نتنياهو يجمع أكثر فأكثر دعم داخلي في داخل إسرائيل، وربما هذا اللي آخره. أنا لا أتكلم تهدي، أنا أنقل إليكم ما قاله، ولا أقول هذا رأيي، عرفت؟ ولكن إذا إحنا أخذنا ما تقوم في تركيا في سوريا، وإذا قامت إسرائيل بضربة إلى إيران أو قامت بتهديد آخر من نوع آخر لإيران مثل تهديد تكنولوجي فيروسات وغيره وغيره، نحن لا نستطيع كف هذه الأضرار ونحن جالسون بالنص. فهل نبدأ بالصراع على هل نجلب الإخوان أو نتهادن مع الإخوان أو نحارب الإخوان؟ فهمتني؟ هذه قضية صارت في داخل البيت وليست القضية المركزية. القضية المركزية يجب أن نكون منتبهون إليها، وهي قضية مواجهة بحسب التوازن، وليست فقط مواجهة عسكرية ما بين قوى عربية وقوى غير عربية. حلو، يعني من الأفهم أن إسرائيل حسب ما قيل المحلل السياسي اللي قعدت مع الخبير الاستراتيجي، أن ضرب إسرائيل ممكن في أي لحظة، ضرب إسرائيل لإيران في أي لحظة. نعم. وأنها لن تأخذ الإذن من الولايات المتحدة. جون كيري هدد طالب إسرائيل بعدم التدخل وضرب إيران. يعني قد تتخذ إسرائيل بأي لحظة قرار بضرب إيران، ومعنى ذلك ندخل حرب في منطقة الخليج لا نعرف متى تقف. الوضع الآن بس عشان أبين للمشاهد، بالنسبة للرئيس أوباما يبي 60 يوم من شهر العسل مع الكونغرس، ما يبي أي مشكلة في العالم تحدث، مو بس 60 يوم بس لما يخلص يفهمهم ويقرر كم سناتور معه وكم سناتور ضده، فهمتني؟ يعني الآن عندنا مشكلة، أنا كنت أناقشها مع مسؤول عراقي في إسطنبول، فأقول له على سبيل المثال أن هناك رأيين في الإدارة الأمريكية، رأي يقول اعطونكم
مسؤول سني يعطيكم السلاح مباشرة أو ما يعطيكم السلاح مباشرة. فهم إذا أعطوكم السلاح ما أعطوكم السلاح مباشرة، مو بالضرورة هم ما يبون يعطيكم السلاح مباشرة، بس هم ما يبون يهزون السكينة القائمة بينهم وبين الكونغرس في المرحلة الحالية. ربما هناك ناس بالكونغرس راح يعترضون، لأن هذا فعلا يضعف حكومة العبادي إذا توجهوا مباشرة إلى عرب الأنبار يعني بالسلاح. فهم عليكم تصبرون 60 يوم. قال لي ليش 60 يوم؟ قلت له هذه فترة شهر العسل، عقبها طلبوا اللي تبون. فتصور هذه قضية ما لها علاقة بالملف النووي مباشرة، أي قضية أخرى ما لها. فما بالك إذا جاءت دولة إقليمية مثل إسرائيل وقامت بما تريد أن تقوم به. الآن على سبيل المثال الحديث يتم عن أن والله الولايات المتحدة لا توجد مظلة قانونية من مجلس الأمن لتركيا لكي تقيم منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي، زين؟ ومع ذلك سمتها تركيا ماذا؟ منطقة لقتال داعش. فهمتني؟ إيه؟ وبموافقة الولايات المتحدة وإزاء مقابل موافقة الولايات المتحدة عطوهم استخدام قاعدة أنجرلك. سؤال لك دكتور سامي، هل ستقوم إسرائيل بضرب إيران؟ يعني لو أنا إيراني أقول بيضربونا، لأن المخطط يأخذ الاحتمال الأسوأ، مو رأي الشارع. فلما تأخذ الاحتمال الأسوأ تكون مستعد بكل قدراتك، عرفت؟ لما ما تأخذ الاحتمال الأسوأ تقول لا ما يقدرون، وإحنا دولة كبرى وإحنا مشروع. بس خلوني أقول لكم الحقيقة، يعني الآن أنا أتكلم مع ناس إما مفاوضين حاليين لإيران أو مفاوضين سابقين، أحدهم له خبرة 33 عام بالملف النووي وبالقدرات العسكرية وبما هو موجود في بارشين أو غير موجود في بارشين، المناطق العسكرية التي يجب أن تفتش، عرفت؟ الاتفاق النووي هذا عشان نعطيكم كلمة واضحة هو يعتبر اتفاق جيد، يتفق جيد إذا طبق. رأينا ورأي الدول الإقليمية مثل تركيا وإسرائيل ومصر وغيره إن الإيرانيين لن يطبقوا، فإذا هو اتفاق سيء رئيسا، لأنه يسمح لهم بإساءة التصرف. فهمت؟ هذه النقطة. الآن الإيرانيين داخلهم يعتقدون أنهم يجب كذلك أن تمر مدة من الهدوء الدولي تجزئهم، ومن بينها رفع العقوبات، على الأقل يستلمون 150 مليار، هم يحتاجون 250 لكي يقوم اقتصادهم مرة أخرى على قدمه. ف 150 ايش راح تسوي؟ واحنا ظننا كدول إقليمية انهم لن ينفقوا 150 على اقتصادهم، وانما سوف ينفقوا في لعبة الحرب هذه. لماذا؟ لان النظام الإيراني هذا غير مقدم حقيقة على انشاء بيئة تنمية مشتركة، لان السلام في المنطقة لن يتم الا اذا ربطنا ارواحنا ببعض. يعني اشتري منك الماي، تشتري مني سلعة مهمة اقتصادية كالغاز، عرفت؟ كالكهرباء. فإذا ربطنا مصائرنا بهذه الصورة سوف يتم السلام، عرفت؟ وإذا لم نربط مصائرنا بهذه الصورة فسوف تكون حرب. أنا أحب أذكر العالم أن في تحت نظام التمييز العنصري كان هناك دول إفريقية كلها مضادة له أيام التمييز العنصري قبل عهد الرئيس مانديلا، ومع ذلك جمهورية موزمبيق اللي هي جمهورية اشتراكية يدعمونها البرتغاليين شيوعيين و يأخذون كهربتهم من جنوب أفريقيا. فهذا اللي منع الحرب. مو أي شيء ثاني. فإحنا اليوم خلونا نفكر بسلام مثل ما كنا نطلق. كانوا الكويتيين استراتيجيون في الماضي يقولون نأخذ الماء من العراق ونعطيه الكهرباء. هذه اتفاقية 63 قامت على هذا الشيء، عرفت؟ بينه وبين العراق. فلنفكر بأمور مثل أخذ ماء نهر قارون من إيران وإعطائهم كهرباء وألياف ضوئية وتعاون واستثمارات وبنوك وإدارة الاقتصاد. لكن للأسف أن داخل إيران ناس يعتقدون أن زوالهم هو بتحرر إيران الاقتصادي. يعني إذا تحرر الاقتصاديين ترى اقتصاديا من الداخل يتم. بس من جانب آخر عندنا ناس شغلهم بس يقعدون الصبح ويطلقون تهديدات، نطلق صواريخ من طرف. أنا أحب أقول لكم أن فيما يتعلق بالصواريخ الإيراني ما تخوف، وفيما يتعلق بالأنظمة المضادة موجودة أكثر من اللازم حتى، وفيما يتعلق بقدرتنا على شراء أنظمة أكثر قادرين،
وهل هي متاحة لنا؟ هذا ما قالوا لنا بكم ديفيد، بالإضافة اللي يقولون الفرنسيين بريطانيين صينيين وروس، عرفت؟ فإذا هذه المسألة مسألة القدرات العسكرية لإيران، قدرات راح تظل تحت السيطرة 5 سنوات ما في سماح لإيران بشراء أسلحة. من وين راح تشتري بال150 مليار؟ فإذا وضعها العسكري اليوم بالنسبة للصواريخ بعد 8 سنوات وربما تمدد، زين؟ إذا إيران شنو تهديدها لإسرائيل اليوم؟ ورش. فإذا هم يعون أن إذا احتمال المواجهة العسكرية مع إسرائيل أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية هم ماخذينه بعين الاعتبار، وحقيقة يجب أن يقوموا بهذا الشيء، أخذينه بعين الاعتبار بحيث يصلون إلى وين الخط الأحمر اللي يقولون تريجر. تريجر يعني اللي يخليك تضغط على الزناد. متى توصلون النقطة اللي راح تخلي دول الأخرى تهجم عليكم أو تواجهكم بوسائل أقسى؟ هذا اللي نطلبه من الإيراني عشان ننأى بالمنطقة عن حرب جديدة. حلو. زيارة وزير الخارجية الدكتور محمد ظريف إلى الكويت كأول محطة في الخليج، تعتقد الرسالة اللي كانت للكويت رسالة مطمئنة، رسالة مرسلة لدول الخليج، ولماذا الكويت؟ لماذا الكويت؟ لأن أنت الآن عندك دول تعاملت مع إيران بوسائل سلمية، فإيران عندها مشكلة مع الإمارات، فما تكون الإمارات عندها مشكلة مع البحرين، ما تكون البحرين تثق بعمان، بس السعودية عندها مشكلة مع عمان. من هو اللي ما عنده مشاكل مع العالم؟ الكويت. فهذا هذا رد على القسم الثاني من السؤال. إيه الثاني طبعا هو ليس لأن ما عندنا شيء، لأن إحنا نمارس فعلا دبلوماسية حذرة وما تثير وغير مندفعة. أيوة. ولا ونحافظ على خطوط معينة في التوازن، وإحنا شطار في التوازن، إحنا مثل لاعبين السيرك نمشي على العبل المشدود، وهذه حقيقة شيء يشكر لإدارتنا الدبلوماسية، عرفت؟ قيادتنا. فإذن هم يثقون بهذا الشيء. الجانب الثاني هو الدور المعنوي اللي يسموه الأمير كرجل دولة، يعني كل من يثق فيه وفي كلمته وقدرته على، فهم يتوجهون إلى. ولكن حقيقة أنا تسألني رأيي الشخصي، أنا لست بالقيادة الكويتية، هو أن احنا الايرانيين يبون ال5 سنوات القادمه احنا ما نسوي لهم مشاكل علشان هم يستطيعون ان يستفيدوا من الاجراءات التي ضمن الاتفاق، بين يعيدون بناء الشطر من اقتصادهم، على الاقل يبنون الناحيه المعنويه لشعبهم، منهم خرجوا من العقوبات، يعني ناس انولدت من 79 عليها عقوبات امريكيه، ثلاثه عقوبات اوروبيه، عقوبات دوليه، و و و هذا الدور المعنوي حقيقة ما نستطيع أن احنا نساعد في بنائه إلا إذا قمنا بإجراءات بناء الثقة. فالدبلوماسية جانب، لكن يجب أن تبني على إجراءات بناء الثقة. على سبيل المثال، لماذا الإيرانيون يبعثون بشبابهم إلى الخدمة الإلزامية؟ لماذا؟ نحن دول مواجهة لهم ما عندنا خدمة إلزامية، والعراق مشغول عنهم، كازاخستان الجانب الثاني ما عندها، باكستان مشغولة معه. لماذا نحن؟ لماذا هم يبعثون يبنون قوات مسلحة؟ لماذا؟ بيقاتلون منه؟ فهمتني؟ هم عندهم أعداد هائلة يعني بقواتهم الحالية، لماذا يبنون؟ الجانب الثاني، لماذا جزء كبير من ميزانية الدفاع يوجه إلى أسلحة هجومية؟ فإذا الصاروخ الذي ينطلق أرض أرض باتجاه أي كان هو صاروخ هجومي، ولكن الصاروخ الذي ينطلق إلى السماء ليضرب صاروخ مثل صواريخنا هو صاروخ دفاعي، فكلما أنفقوا على الدفاع هذا مسموح، كلما أنفقوا على، إذا ميزانيات الدفاع يجب أن تقلل بالتوازن بيننا وبينهم. ما يصير يقولون لنا إحنا نقلل 50% أنت تقللون 50%، لا، أنتم عندكم أعداد هائلة، عندكم تقنيات وطنية الآن في التكنولوجيا النووية وغيرها. فإذا يجب أن تكون هناك محادثات متزامنة من أجل إجراءات بناء الثقة، هذا الشيء المهم. البعض يسأل ليش الموقف السعودي متشدد مع إيران جدا، تعتقد ليش؟ أنا موقفي متشدد أكثر من موقف السعودي كشخص. ليش موقفك متشدد مع إيران؟ لأن إيران دولة كبيرة يجب أن نصل. السعودية دولة كبيرة. لا، السعودية إذا إيران تعتبر دولة
المساحة liabilities يعني ضدك، بس كقدرات متقاربين. لا أنت عليك أن تملأ هذه الفراقات. الآن هل مراكز الكثافة السكانية السعودية هي نفس مراكز القدرات النفطية السعودية؟ لا. لا. هل الأماكن التي من الممكن تبني فيها مفاعلات نووية للمستقبل هي نفس الأماكن هذه؟ لا. هل الأماكن اللي بتمر فيها خطوط التجارة، خطوط الكهرباء، صناعة الطاقة من الشمس نفس هذه الأشياء؟ فأنت عندك مناطق وعندك عدد سكان محدود. في أكثر الإحصائيات تفاؤلا أن الشعب السعودي 25 من 35، زين؟ فهذا غير كافي. زين، أرد على السؤال، ليش موقف السعودي متشدد مع إيران؟ إيه؟ ليش ما نفتح الأبواب للتفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات؟ نحن نفتح الأبواب إذا هم مستعدين للحديث غير اللازمة هذه اللي قالها لينا ظريف، مكافحة الإرهاب. من وين الإرهاب يجي؟ قل لي من وين. أولا دولة آوت القاعدة والأسلحة بالسوق بلاش، يعني نحتاج إحنا يقول سي فور يدزول لنا عشان نسوي تفجير حق داعش؟ فهمتني؟ يعني أنت الآن لما تي وعقلك منفتح أمام التفجير الذي حدث بالكويت في السابق، هل قامت إيران بتفجير مناطق شيعية؟ نعم كذلك. فإذا ناخذ هذا الاحتمال، أنا ما أقول إيران قامت بتفجير مسجد الإمام الصادق رضي الله عنه، لا ما أقول هذا الشيء، بس أنا أقول لك إذا أنا أبي أبحث عن سر هذا التفجير، عقلي يجب أن يكون منفتح. منفتح يعني من الداخل إرهابيين، نحن علينا قاصر إرهابيين عشان يقول لنا تعال تيماء وشوف. فهمتني؟ أنت تدور بالمسايد، تدور بالدواوين، تدور داخل الديرة، تدور بالما يسمى بالمناطق الخارجية، كل مكان عندنا إرهابيين وايد ما شاء الله. احنا قمنا نصدر الارهابيين نوعيه، فاذا ما شاء الله عندنا احنا قيادات من الارهابيين، قيادات الارهابيين مثل ما قلت لك يطلعون عندنا، احنا نصدر ارهابيين يعني نوعيه عاليه مرسيدس جدا. فهمت؟ قيادات على طول. ايوه، نرجع الى سؤالك. التشدد السعودي يجب ان يكون في منظومه مجلس التعاون الخليجي من يرخي ومن يشد، هذه بدايه التفاوض. فاحنا عندنا سقف نريده، يجب أن ترى التشدد مو بالضرورة عدم الرغبة في المفاوضات وإنما إعلان سقف. الإيرانيين يعلنون سقف، أنت شفت الأسبوع الأخير من المفاوضات الإيرانيين شو يقولون؟ يبون يعلنون حرب على أمريكا. أمريكا هم يقول الوفد المفاوض شيء ظريف، يقول شيء ومع هذا شو اسمه كيري، والمرشد يطلق تصريحات كبيرة. فهمت؟ فأنت من أجل أن تصل إلى حل تفاوضي حقيقة يجب أن تكون متشددا فيما يتعلق، وعندك هذا السقف الأعلى هو التشدد، والسقف الأوسط هو خطوطك الحمراء، عفوا خطوطك اللي تقبل بها تصل لها، وتحت هذا سقف يسمونه الخطوط الحمراء، يعني عمرك ما تفرط فيه. فهمتني؟ عمرك ما تفرط فيه، مثلا السيادة الوطنية أنت اللي تقرر. واحد يقول أنا بتدخل بدخل معاكم مفاوضات باليمن، إحنا نقول لهم شكوا، هذه خطوط حمراء، عرفتك سيادة يمنية لا يسمح لنا بالتفريط فيها. فأنا بينت لك الآن في سياق اليمني شنو خطوط تم التفاوض عليه. فالموقف السعودي ليس متشددا وإنما موقف من المواقف اللي تطرح أمام إيران، ولن يجلب رأس إيران حقيقة إلا الموقف المتشدد. الملف الثاني من أهم الملفات في المنطقة داعش. هل انتهى عهد داعش؟ لعبة داعش؟ نشوف القوات العراقية دخلت الرمادي، نسمع عن انهيار في أركان داعش، نسمع دخول تركيا الآن في ضرب الأكراد وضرب داعش، شو تفسر اللي قاعد يحصل؟ ونسمع عن دعم أمريكي لمواجهة داعش. أعتقد أن المعركة ضد داعش يجب أن تكون يقوم بها السنة في العراق أساسا، مدعومين من الحكومة المركزية وبقيادة الحكومة المركزية، وأن ندعمهم نحن كدول سنة، لأن نحن نقول ليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجب أن يكون الانتصار عليهم انتصار سني. أثناء هذا التحضير والقيام بهذا الشيء يجب أن لا تتدخل دول أخرى لكي تقضي، لكي تخربط علينا المسألة. فالآن بس اسأل نفسك،
إذا لم تنتصر الدولة العراقية، الدولة التي يرأسها وحقيقة حتى تأثيرهم فيها هم الأخوة الشيعة، وتأثير غير موازن لما لحجمهم أو ما يستطيعون أن يقوموا به بسبب خبرتهم التاريخية، نرى إحنا نصل إلى الحل التالي. ولكن أين رهاننا؟ رهاننا في الدولة العراقية، رئيس الوزراء العبادي، عرفت قيادة رئاسة الجمهورية. زين، بس اسأل نفسك إذا انتهيت من داعش شنو مبرر وجود إيران في العراق؟ فإذا هل إيران تريد إنهاء داعش؟ هذا سؤال مهم، لأن إيران الآن وصلت إلى حد لم تصله منذ قرون. إيران تقول الخط الأحمر لي لتدخل قوات المسلحة هو التقدم باتجاه بغداد، المفروض هذا الخط الأحمر للدول العربية للدفاع عن بغداد. لماذا الحكومة العراقية ترفض تدخلنا العسكري ونحن نملك هذه آلة الحرب المدمرة اللي يشوفون أدائها في اليمن؟ يعني إحنا نضرب داعش ولا الطيران الإيراني؟ الطيارة سفير، الطيارة مدري شنو، صناعة إيرانية. فهمتني؟ خلنا نتكلم بوضوح. فإذا هناك دور على الحكومة العراقية إزاء مواطنينها السنة، لأنهم يجب أن يكونوا رأس الحربة. فحقيقة خلونا نتكلم عن ما يجب أن يقوم به السنة في العراق. فعلى سبيل المثال أنا أتكلم عن هذه المناقشة التي تمت في إسطنبول، فأقول أنا لهذا المسؤول العراقي، أقول له أنت تقول لرئيس الوزراء، سيادة رئيس الوزراء، سلحنا للقيام بالدفاع عن العراق بأي آلية تريد، تسميها حرس وطني، تسميها ميليشيات، تسميها صحوات، المهم الأمر يتم عبرك، ولكن يجب أن نمكن من الدفاع عن نفسنا. وإلا استولت داعش على كل هذه المناطق وحسمت هذه وانتهى العراق، انتهت الدولة، فصيرون كل المواطنين السنة مواطنين في دولة داعش كما تريد داعش. فهذا فإحنا عندما نتكلم عن اليوم الجانب الثاني، طبعا هل تركيا عندنا أسئلة؟ والمخطط الاستراتيجي يسأل أسئلة الحمقى، يقولون يقول كل شيء. فهل تركيا تقوم اليوم لأنها استهلكت ورقة داعش، وأنها ببقاء داعش أصبح داعش خطر، واليوم إزاء هذا الخطر متنامي، تركيا تستطيع أن تحصل على مطالبها الإقليمية، مثلا تريد منطقة محمية من أجل أن تنقل لها كل هاللاجئين السوريين، وهذا حق لتركيا أن تقوله، ولكن على الأرض السورية، وربما يكون هذا جيد أو غير جيد، هذا راجع للتجربة. زين، هل تركيا تملك حق إنشاء منطقة طيران؟ فتركيا هذه مطالب تركيا، لا تنسى كان يرددها الرئيس أردوغان منذ مدة، الآن وصل لها بتفاهمات مع من؟ معنا، مع السعودية، مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ولكن هل فعلا تركيا تريد أن تحارب داعش، ولا تريد أن تلصق داعش بورقة الأكراد؟ لماذا الأكراد؟ لأن الأكراد الآن من نصر إلى نصر على داعش. صح. فإما أن يكون المثال الكردي في قتال داعش هو مثال حرب العصابات، وهذا إذا تنامى تركيا ما تستطيع أن تتحكم فيه داخل سوريا، ولا تتحكم في تأثيره على كردستان، على الأكراد في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، الأكراد في تركيا نجحوا في الانتخابات، فرضوا نفسهم في الساحة التركية، فإذا وهناك فشل للحزب الحاكم، فكيف يفكر أردوغان؟ كيف تفكر تركيا؟ عرفت؟ فهي لا يجب أن ننظر على أنها تريد أن تقاتل داعش، هل هي فعلا تريد أن تقاتل داعش، وإنما تلصقهم بحزب العمال الكردستاني وبأكراد كوباني وبكل التجربة الكردية. في طلعات السلاح الجوي التركي يضرب الأكراد أكثر ما يضرب داعش. اللي تابع الأخبار، حرب اليوم تركيا على الأكراد أكثر من حرب على داعش. الاستراتيجية التركية يمكن أن توصف بالمثل الكويتي، أبوي ما يقدر إلا على أمي. يعني ما تقدر على داعش؟ ما أعرف، أنا أعتقد أن داعش إحنا عندنا كلنا، حتى دولة الكويت عندنا وسائلنا الاستخبارية اللي أثبتت أن داعش كانت تستخدم تركيا كموطئ قدم. صح. يعني كلوجيستكس، فهذا ليس بشيء جديد. يعني هل هناك ناس في داخل الاستخبارات التركية قالوا نجرب ورقة داعش؟
في اخبار، أنا أقول في اخبار تذكر ان دور الاستخبارات التركيه مع داعش. اي انا اقول لك ان كل استخبارات في العالم تنمي خيارات، خيار داعش، خيار ضد داعش، عرفت، وخيار بالنص ما له شغل بداعش. يعني اليوم هل هناك اتفاق ان تركيا ورقه داعش خلاص انتهت؟ اعتقد هاي راح تتبين مع مرور الايام، لان اكراد كوباني حقيقه اثبتوا انهم يعني نقول بالكويتي وصلوا الى الرقه. ها إيه؟ وصلوا الى الرقه في سوريا مع اقل داعش، معنى ذلك انهم اذكياء في حرب العصابات. احنا نقول داعش الجديد، نقول ان احنا ينكسر على راس العنقيش اللي هو فهمت، فاحنا هم يعني ينكسر على راسهم، فهم ما حد يقدر عليهم. لا تنسى قوات حماية الشعب، احنا الان لا نتكلم عن ثلاث احزاب رئيسية لها ايديولوجيات ولها لوية عودة، لكن نتكلم عن الشعب الكردي. قوات حماية الشعب اسمها قوات حماية الشعب، تحمي الشعب الكردي، والان تشوف انتصاراتهم في كل مكان. التجربة الحالية في النجاحات ضد داعش هي اما تجربة كردية كوباني ولا اكراد العراق ولا حزب العمال الكردستاني نفسه هذا الماركسي لما آوى ودافع عن اليزيديين، ولا قوة دولية استطاعت، ولا الدولة العراقية، عرفت. نحن الآن نتكلم عن تجارب ناجحة في أمام المواطن العربي يراها، فهل مثال الكردي، هل الأكراد يستحقون يعني لهم الحق في الدفاع عن نفسهم؟ طبعا هذا حق شرعي. السؤال اللي فرض نفسه، ليش الأكراد أول ما وصلوا كوباني وصلوا للرقة حربوا العرب وطردوا العرب؟ ولا هي عقدة؟ والله لا أستطيع التعليق. ماشي. النظام السوري بشار إلى متى؟ والله اليوم طرحوا له يعني طوق نجاة اللي هو جنيفا واحد مرة ثانية، بان كي مون يتحدث عن العودة إلى جنيفا واحد. جنيفا واحد لا تنسى أن الروس قبلوا فيه انتهاء النظام. بس حضروا جنيف رقم واحد ما حد سوى شيء، حضرت المعارضة، حضر النظام بشار وسلموا. لا لا، جنيف واحد ما حد، أو جنيف اثنين. جنيف اثنين عفوا. جنيف واحد هذول الاثنين الكبار، روسيا لها مصالح في سوريا والولايات، اتفقوا كعلاقة من ضمن العلاقة الثلاثية، الصين موجودة مؤيدة للروس على هذا، على أنه هو نظام جديد. احنا الآن عندما تأتي أنظمة إقليمية وتقول والله إعادة تأهيل الأسد حتى لو مرحلة مؤقتة، يعني هناك طرح يقول مرحلة الأولى مرحلة تمهيدية اللي تطرح جمهورية مصر العربية، ربما تكون هناك قوى خليجية تؤيد هذا الطرح، إنه الأسد يكون موجود بحيث إنه ما تفركش الدولة السورية ويصير إحنا تحت خطر مثل ليبيا، مثل العراق، عرفت. يجب أن تكون هناك قيادة من نوعها، وهنا يتم التفاوض على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هو كل الأطراف ممثلة في حكم في بناء نظام سياسي جديد كمحل في محل في الصوبين في السيناريوين. أقل شيء تفاؤلا، أكثر شيء تفاؤلا بالنسبة للأسد إنه هو في مرحلة انتقالية يكون قاعد، هذا الأكثر تفاؤل. طبعا الأكثر سوءا هو أن يفنقرونه من البداية، وهذا حتى الآن لم يتفق عليه. لا، ما في خطوات تمهيدية لا حتى الآن. إيش كثر متى ننتهي من القضية السورية واستقرار العراق واستقرار سوريا؟ متى؟ ولا ما حد يبي كدول تركيا إيران الولايات المتحدة روسيا، ما حد يبي هالدولتين يكون فيها استقرار؟ والأساس أن أنت عندك بيت وفي إخوان يتقاتلون وبيت الجيران يستفيد. عندما يدرك هذان، يعني الإخوان هذول يدركون أنه من أفضل لهم أن يتفقون لمواجهة الجار، تنتهي الخلاف العراقي والخلاف السوري وكذلك الأزمة اللبنانية السياسية والخلاف في البحرين والخلاف في اليمن، وما دام أن هناك إخوان يتهاوشون في البيت الواحد، كل البيت اليمني والبحرين سوريا وغيره، هناك فرصة للآخرين أن يعكرون المياه الراكدة. فنحن الآن في مرحلة التعكير، وما دام أكو دول تخاف على انقسامها نفسها ومن كثر خوفها تبي الدول اليمن كلها منقسمة مثل إيران، فراح يكون هذا مجال خصب. فنحن الآن أمام مثل ما قلت لك تحدي تاريخي كعرب، ونمثله اليوم إحنا باتفاقنا كدول خليج مجلس التعاون. ولذلك أنا أقول حتى في ظل الاجتهادات اختلافها فيما بيننا، يجب أن نتفق على أن وجهنا في الخارج واحد.
يعني معناها أنا أذهب للقضية السورية وهي إزالة نظام الأسد، وفي نفس الوقت أنا أسمع أخي في مجلس التعاون الخليجي اللي يقول لماذا لا نستخدمه في فترة مؤقتة، وأشوف لأن هذول خيارين، لا يوجد خيار دائما واحد، وأظل أقول لأخوي طور هذا الخيار، كيف أعطني آليات بحيث إذا فشل خياري اللي هو خيار المواجهة أستفيد من الخيار الآن الجاهز للتطبيق. روح الملف المهم والملف اليمن اللي يهم دول الخليج. من يتابع عاصفة الحزم كأنها مخطط لها حسابيا صح. احنا يوم دخلنا الحرب قلنا الله يستر متى نخلص منها، بس اللي يتابع الأحداث التفوق العسكري الخليجي وعلى رأس المملكة العربية السعودية، دول دخول تجهيز قوات برية من اليمنيين، أيضا شراء ولاءات بعض القبائل اللي تحت الطاولة، وحتى ذكرت أنت مرة في أحد اللقاءات كانت رؤساء القبائل في الرياض متجهين، الخطة ماشية صح لحد الآن في عاصفة الحزم؟ شوف احنا عندنا هدف وهم ما عندهم هدف، انت لازم تحسب ايش كثر احنا وصلنا من الهدف وايش كثر هما وصلوا للهدف. هدفنا هو ان احنا نبني دولة ذات سيادة لليمن. اول هدفنا الاول هو حماية حدود مجلس التعاون الخليجي اللي هي الحدود العمانية الاماراتية والامارات ليست ببعيدة، والمملكة العربية السعودية بالصفة الاولى تهديد الصاروخي لها، فهذا الهدف الاول. هل نجحنا فيه؟ نعم. الهدف الثاني، هل هناك خسائر؟ الهدف الثاني لنا هو مساعدة الحكومة الشرعية على تسلم تبوأ موقع السلطة. هل نحن نتقدم باتجاه هذا الهدف أم لازلنا نجتمع بالرياض؟ الحين وزراء للحكومة ذات سيادة يعملون إما على المستوى الدولي أو داخل عدن نفسها. زين، هل نحن أقرب إلى تحقيق مزيد من السيادة للدولة اليمنية؟ نعم. للقيادة الشرعية؟ نعم. للمؤسسات؟ نعم. هل الوسائل التي نستخدمها، هذا موضوع مهم جدا وهو معيار شلون نقيس نجاحنا، هل نجاحنا يقاس الآن بالخسائر التي تدفعها الدولة اليمنية، المواطن اليمني، الشعب اليمني؟ لكن احنا هل سألنا، هل نرى ان هذه الخسائر تزيد على الإنجازات؟ لو كانت تزيد على الإنجازات لقال الشعب اليمني يعني اذهب وشأنك أنت يا عبد برب ومنصور هادي أنت وحكومتك ورجعونا إلى ما قبل. ما حد قال كذي، العالم بالعكس ماشية. هل نحن نقوم بدعم صمودهم؟ نعم نقوم وبنجاح. يعني مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية ماذا يقوم؟ يقوم بأشياء جبارة. هو ليس يقول نحن اليمن ليست المهمة، اليمن فصل من مهمة عالمية أكبر. هذه الأجندة أجندة الكويت، أجندة الإمارات، أجندة قطر، عرفت، بحرين وعمان معانا كلنا، أجندتنا عالمية في قضية المساعدات الإنسانية. فاليمن فصل من كتاب. إنزين، الآن نأتي إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر يقول أنا أتسيد الوضع اليمني ولن يتحقق أي شيء، وسوف أكون جسر رأس جسر لإيران في المنطقة العربية في ظهر مجلس التعاون الخليجي. هل يتحقق هذا أم يتلاشى هذا؟ تلاشى. زين، الآن الخسائر من أجل تحقيق هذا عالية أم قليلة؟ يعني تصور أنت من 25 مارس وإحنا نطقهم بالطيران بأحدث طائرات، أحدث من الطائرات التي ضربت نظام صدام حسين عام 2003. تصور ماكو ولا دولة تضرب بهذه الطائرات الحديثة، فهمتني؟ فتصور شنو هذه القوات. الآن إذا هي المسألة مسألة ولاءات وغيرها سوف نصل إلى هذا الحد، ولكن خلنا نقرر بالمحصلة النهائية. هل نحن نريد يمن كامل؟ أنا أعتقد أن هذا خارج نطاق وصولنا، وإذا سعينا إلى هذا كل هاليمن يصير حليف لنا ما أعتقد راح نوصل له. ولكن إذا أردنا أن نصل له فالمهمة أطول، وإذا أردنا أن نصل إلى يمن جنوبي فهو الكتلة الأكبر
وهذه المهمة أقصر من ناحية الجهد والزمن. لكن يجب أن نفكر مرة أخرى كدول صغيرة، دول صغيرة، الدول الصغيرة يجب أن تنهي تدخلاتها العسكرية الأمور المكلفة لها بسرعة. فإذا الزمن لا يلعب لصالحنا، ولكن اليمنيين الجنوبيين الزمن ما يأثر عليهم، وهم يريدون منا الدعم. فنحن الآن انطلقنا إلى مرحلة الدعم. إحنا الآن لا تنسى عاصفة الحزم هي فعل. المرحلة اللي إحنا الآن فيها والتي ندعم فيها الحكومة اليمنية الشرعية هي رد فعل. كل ما تحركوا رحنا ضربناهم، فهي رد فعل رد فعل. ونحن يجب أن نحافظ على هذا التوازن بين المهمة والتكلفة وما يمكن أن يتحقق والزمن. حتى الآن لما أحط أنا هذه المعايير وأجاوبك كمتخصص، أوكي جيد، أوكي، يعني ما أقول لك أنا ما أبيها أكثر. كل مخطط عسكري في هذه المهمة يقول يبيها أكثر، ما كل ما يتمناه. إحنا نبي يمن جنوبي ولا يمن شمالي وجنوبي كدول؟ قلت لك مهمة أكبر أن نقول والله يمن متحد، ولكن إذا ما استطعنا الوصول إلى يمن متحد، يمن جنوبي. إذن بس هل هذا اللي قاعد بالنص بيننا وبين اليمن الجنوبي اللي هو سوى يمن شمالي من الممكن التعايش معه بوضع الحالي؟ لا، بس تكون مو وسائل عسكرية، وسائل دبلوماسية أقوى. بس من يقرأ خلال مخطط ضرب الضربات الجوية اليومية حتى صنعاء قاعد تضرب، صعدة قاعد تضرب، يعني احنا داشين في اليمن الشمالي. بس لا تنسى عبر تاريخ القبلي لليمن القوات المقاتلة هي بالشمال، صح؟ إيه؟ الأقوى، الأقوى، هذول الشافعية، قصدي شافعية الشمال، وحوثي قصدي زيديين الجبال، هم القوة، هم القوة يعني خلال 600 عام الماضية حسب ما يقوله الخبراء. أنا الحين أقول لك رأي زميلي الدكتور صالح السعيدي، يقول 600 عام السطوة العسكرية لهم، فنحن لا نقاتل ناس ضعاف في الحرب، لا، وهؤلاء أهل اقتصاد ورعي واستيطان، عرفت الجنوب، فأنت قاعدين نقوي ناس يبون اقتصاد، يبون تنمية، يبون يمشون. الآن ما بين الوزراء اللي تشوفهم يتحركون، واحد اسمه وزير المواصلات والثاني وزير المياه، هذه أمور ضرورية، وإحنا نفكر بالصاروخ هذا وبالطيارة، أهم شيء الماي، صح؟ واحنا مدركين هذا الشيء، ليس غير مدركين، مدركين. بس ممكن نتفاهم مع القبائل اللي في الشمال. نعم. قاعد نتفاهم معهم؟ اي، انا قاعد اقول لك ان السلاح ضد الشمال ربما نصل الى مرحله نقول والله خلاص نوظف الوسائل الدبلوماسيه، وسائل التاثير، وسائل النفوذ. بس انا اكلمك، يعني هناك اجتماع قبل الحرب اسمه اجتماع الرياض. اجتماع الرياض هذا لما قرر شيء مثل هذا الكل عنده وجهتي نظر يعني مختلفة فيما يتعلق هل نثق أو ما نثق بالوضع السياسي، هل من الممكن نركن إلى شيء، نستند إلى شيء ومنه ننطلق. هذه أسئلة وضعت وأجيب عليها، يعني أنا لست في حلم الحديث في الحديث فيها. بس اليمن مستنقع، علينا أن نجيد السباحة ونجيد أن نضع أرجلنا وأن تكون معنا عصات عشان نطلع إذا أخذتنا الرمال المتحركة. نعرف وعندنا شو اسمه شبكة ضد البعوض، وعندنا سبراي، يمكن إذا بعد عندنا فلوس نشتري كريم كرانر حق البعوض. يعني في النهاية إن شاء الله ننتصر في اليمن. طبعا أنت الآن أهم شيء قاعد تقول رسالة موجهة إلى إيران، هذه خطوط حمراء. احنا نجحنا في توجيه الرساله، صح؟ ولا لماذا ياتي ظريف ويقول يجب ان نصل الى مرحله من التعايش، وجه جهودنا ضد الطائفيه؟ من اثار الطائفيه هو، من اثار الارهاب هم، صح؟ شنو بعدكم؟ هم يبون صالح، هم يبون 5 سنين من شهر العسل معنا لم يطورون قدراتهم. وانا اقول لا، انا رايي الشخصي لا، ولا اعتقد ان قيادات مجلس التعاون يعني من السذاجه بحيث يشوفون هذا الكل يضحك. أنا عندي سؤال دائما محيرني، أمريكا حليفة الكل، كل ما حصل اجتماع إسرائيل حليف استراتيجي، دول الخليج حليف استراتيجي، العراق حليف، مصر حليف، ما أدري منو حليف. أمريكا بسياساتها كل الدول حلفاء عندها، من حلفاء الأمريكيين الأصليين؟ إحنا دول الخليج؟ الأمريكان
شلون حلفاء امريكا هم الامريكان. ايه يعني انت لما تقرا تاريخ العلاقات الامريكيه البريطانيه وهم اقرب الناس لهم، لان الطبقه المهيمنه في الولايات المتحده ما يسمى بالانجلو ساكسون، المواطن يعني الطبقه المهيمنه اقتصاديا وسياسيا عبر اللي او من بريطانيا وصولهم انجلو ساكسونيه، وترى العالم يدار من قبل الانجلو ساكسون اللي هم الامريكان البريطانيين ومعاهم مرات البريطانيين كندا واستراليا ونيوزيلندا، فكل هذول. فانت اليوم عندما تنظر الى، يعني انا بس ابي انبه العالم دائما دائما اقول ان احنا عندنا مثلا ما يحك ظهرك مثل ظفرك، يعني فانا اقول ان اللحمه الرئيسيه هي لحمه مجلس التعاون كأساس الدفاع، كخط الدفاع عنا احنا كمجلس التعاون ككويت، يجب ان نفكر بهذا الشيء، وان لا صوت يعلى على صوت هذا الحلف الاساسي. اي خلاف اخر يجب نستطيع ندخل فيه نستطيع، ولكن انا اقول في اي خلاف اخر يجب ان نكون نخبر الحليف الرئيسي هو مجلس التعاون ان احنا محافظين على حقنا، عرفتوا؟ ما تدوسون علينا، احنا مو طويفة هبيطة. هذا واحد. الجانب الثاني هو ان الحلف الاساسي لا تنسون ان بنى على ادراك حقيقة واحدة، والحقيقة الواحدة هي ان امننا مشترك، واللي يدخل الكويت يدخل السعودية. صح. فصار 1990، فانت الان كلام 1981 نقول ايران تمثل خطر علينا، خلاص رسخ بالاسمنت المسلح تجربة الكويت، عقبها تجربة البحرينية، والآن التجربة اليمنية. لن يدخل أحد شبه الجزيرة العربية عبر أحد، عرفت؟ فأنت الآن إذا أخذت هذه المسلمة الأساسية وناقشتها وناقشت حلف مجلس التعاون كحلف دفاعي وليس كيعني الانتقال بالبطاقة المدنية وإنشاء الشركات، الأساس حلف دفاعي للوقوف أمام الثورة الإيرانية ما وتهديدها لنا، زين؟ لرأيت أن احنا وقعنا 81 وبيننا مشاكل حدودية، ولليوم مشاكل الحدودية تعور رأسنا، صح؟ صح. إيه؟ بس احنا ب 81 قلنا هذه المشاكل الحدودية تنحل. صح. اليوم عقب سنة عقب قرن تنحل، الأساس الدفاع المشترك، هذا لا يجب. ودخلنا حربين والحين الحرب الثالثة، استخدمنا دزينا عيالنا يموتون، حطينا كل استثماراتنا العسكرية، فهمت؟ من أجل الدفاع عن دول خليجية، والآن دولة حتى مو بمجلس التعاون ولكن تأثر علينا، تعتبر دولة خليجية بالنسبة لنا كأنها دولة مجلس التعاون يعني كاملة. فهذا يبين على أهمية الحلف الدفاعي إزاء من المشاكل الحدودية وما يتبع المشاكل الحدودية من مشاكل اقتصادية، ولكن هذه لا تحل إلا بأن كل واحد يجيب الوثائق اللي عنده ويجيب المستمسكات اللي يتفاهم. عنده ويتفاهم، بس يجب أن يأخذ موقف قوي في هذا. الآن عندما تتكلم عن هذا الشيء احنا نستطيع أن نتحدى كل شخص آخر يريد أن يتحدانا بعقر دارنا، مو نروح عنده ونتحداه، لا. يعني احنا مثلا الخليجيين لما يروحون تركيا ولا يروحون لندن وادين وياهم قواري الشاي وما شنو، يعني احنا نتحدى نظامهم المجتمعي، هذا ما يصير على مستوى الدبلوماسيه. قلنا لهم عاداتنا. ايه الحين كلهم يشيشون. ايه خربناهم. زين، في قضيه مهمه يمكن ما نقدر نطلع عنها، هي قضيه الملف المصري. أشوف الحكومة المصرية من وصل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر اهتم بالاقتصاد، وخاصة في موضوع قناة السويس، توسيعة قناة السويس والقناة الجديدة، والإعلام المصري الصحافة المصرية دائما تركز على موضوع قناة السويس. شو أخبار مصر؟ طبعا أي دولة إذا كان اللي يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الصحيح، يعني أنت الآن يجب إعادة قوة الدولة المصرية. لا تنسى أن دولة مرت بمخاض، وهذا المخاض لم ينتج عنه تغيير كبير، ومع ذلك أثر على قدراتها المالية، على مثلا احتياطياتها النقدية. صح. الآن يجب أن تعيد احتياطها. أنا يحضرني قول
وزير المالية المصري في أول ما استلم في عهد المجلس العسكري الحاكم، عندما تكلم عن قرض يعني سندات خزانة، يعني تبيع سندات إلى الشعب، تبيع سندات من يشتريها، وأن هناك حاجة إلى دول لشراء هذه السندات، أو إلى كان قرض صندوق النقد الدولي، هو يحضرني هذا التصريح، قال المال الذي نريده من صندوق النقد الدولي موجود في السوق المصرية عند مصريين. إيه فهمت؟ يعني هو قادر، أنه عليك أنك تطمئن هؤلاء المصريين إلى أن مدخراتهم، مدخرات العمر خصوصا بالنسبة للأسرة البسيطة، هي ضروري أن يعرفوا وين رايحة. فهو إيش اللي سوى؟ هو الآن بغض النظر أنك تتفق معه أو تختلف معه، هو نجح في طمأنة الناس أنهم يستثمرون في قناة السويس الثانية. فإذا الآن هو أنت لا تستطيع أن تبني اقتصاد مصري وتبنيه غير مستقل كذلك. الاستثمارات الخارجية شيء، إنما أن يكون الاقتصاد دولة عندها 90 مليون من السكان خاضع لاقتصاديات دول أخرى، هذا غير صحيح. فهو ماشي على الخط هذا، خط الاستقلال الاقتصادي. فأنت لما تيجي تقول الاقتصاد المصري، هذا من أيام لما تقرأ باقتصاد مصر من أيام طلعت حرب، أنت ماشي في قضية بناء قدرة اقتصادية مصرية. فهذا الشعب المصري كأي شعب في العالم وضع المصري لحق في الاستقلال. يعني بس فيه عملية استنزاف لمصر، قضية الحرب اللي قاعد شنا الفكر، يعني الإرهاب اللي صاير في سيناء وحربها دائما مع حماس وبيت المقدس والقتلى، هذا استنزاف للجيش المصري مؤثر على كمصر كدولة؟ لا، ليش توقفت الاستثمارات؟ ما توقفت، وضع مستمر. يعني اكو ناس بيون بيفجرون هني وهناك، اكو ناس فجروا وقتلوا لنا كم من الكويتيين، كم من هائل، يعني مصيبه كبيره. لكن تاثرت البورصه، هل وقفت الاستثمارات، هل وقفت علاقات الاقتصاديه؟ الدوله هي دوله، وداعش تسمي نفسها دوله، يعني عرفت. ولكن يعني الدوله هي المكان الذي يلجأ اليه الناس بمحض ارادتهم، لانهم يرونها تعبير عنهم، وفي أقل القليل هي تحفظ لهم الأمن اللي يستطيعون أنهم يصلون إلى طموحاتهم، عرفت. يعني حتى لو ما يؤمن بالدولة، يقول والله دولة شيوعية ولا دولة إخوان ولا دولة السيسي ولا دولتنا، المهم أن هذه الدولة تحقق لها مستوى من الاستقرار بحيث هو ينهض يأمن على نفسه. عملية شراء الأسلحة، مصر تقوم مثل ما تقوم بعملية قناة السويس، أنت تشتري أسلحة، قاعد غواصة، طائرات الرافال، صواريخ 300، ليش تقوية الجيش المصري بهالطريقة بشراء أسلحة بشكل متسارع، طائرة هليكوبتر فرنسية وطائرات هليكوبتر حديثة روسية؟ ايش سبب سرعة تسليح الجيش المصري؟ الروس يبون قاعدة بديل عن سوريا، قاعدة. لذلك هو أحسن وقت تشتري منهم اليوم. يعني لو أنا من السيسي أشتري S-400 S-500 بعد ما الجيش الروسي. فهمتني؟ لأن هذا كله يوضع بالنسبة لنا إحنا كعرب، هي أسلحة دفاعية عموما، لا تنسى. فإحنا كأسلحة دفاعية، هو الآن مهما سوى، مهما باع، شنو باعوا له؟ يعني باعوا له فيما يتعلق بالسيسي، فيما يتعلق بمصر، لما مصر تشتري سلاح S-300، عرفت، صاروخ S-300، صاروخ دفاعي. الآن الإسرائيليين اللي هم الدولة اللي قد تهدد مصر، هم طوروا طرق للالتفاف عليه كما يقولون، عرفت، إنه لن يحبط لهم هجوم، قدرتهم على الردع لا زالت قائمة، وغيره وغيره وغيره. بس الروس ما باعوا S-400 اللي هو أكثر تطورا، باعوا بس حق الصينيين، ولا باعوا S-500، ما يبيعونه حتى للصين، هذا لهم هم. فهمت؟ فنحن الآن عندما نتكلم عن هذه قدرات طبيعية يسعى إليها الرئيس المصري من أجل بناء قدرة، وهذه تعتبر بالنسبة لنا رافد في المنطقة، لأن تكون قوة الردع المصرية، قوة الدفاع المصرية قائمة، ويعني يعتد بها. وفي نفس الوقت لم يبيعونهم أسلحة صواريخ أرض وغيره وغيره وغيره، كل أسلحة دفاعية. وأحسن وقت، أكرر مرة أخرى، أن الروس يبحثون عن حل بالنسبة لقواعدهم في سوريا، لأن رهانهم على الأسد واصل إلى نهاياته. يعني كانت في القمة الأخيرة، في القمة العربية، أنها تكون جيش عربي بين مصر وأكثرها، بين مصر ودول الخليج. ورئيس الأركان المصري دعا لسرعة تسريع، سرعة إجراءات تكوين الجيش العربي.
هل هو شعار ولا واقع راح نشوفه على ارض الواقع؟ تراك اجتماع كان المفروض يسافروا لباكر هو اليوم واجل الاجتماع الخطوه القادمه في القوى العربيه المشتركه. الحين بسالك سؤال، الحين بصير انا المذيع وانت الضيف. الحين اذا بنسوي قوة عربيه الناس اكثرهم من وين بيون؟ من اي دوله؟ مصر. انزين الفلوس من وين راح تجي؟ دول الخليج. هل هذا مقبول؟ على الواقع مقبول؟ ايه، بس اذا قال لك اللي بيدز الفلوس بيقول انا بصير قائد، منو اللي بيقول له لا انا اللي بصير قائد؟ ايه اللي يدز البشر صح؟ هذه المشكله من وين موجوده؟ فهمتني؟ المشكله العربيه التي لن تحل. إيه؟ من هو القائد؟ من هو القائد؟ إيه؟ فهمتني؟ الان عندما تنظر الى الحرب السوريه، لماذا اليوم يعرفون ان لازم كلهم غرفه عمليات مشتركه؟ لماذا؟ السوريين اللي هم كلهم على قولتهم سنه واهل السنه والجماعه ويهم دعم من الدول العربيه السنيه وغيره، كلها الاسلحه اللي تنصب عليهم، كلها الاموال وكل الدعم الانساني، ويتحاربون كل واحد، يعني انا وياك نهجم على الهدف ما ندري عن بعض. صح. الان وصلوا الى غرفه عمليات مشتركه، احنا متى نوصل الى غرفه عمليات مشتركه؟ اذا قررنا منه القائد ومنه الادوار بناء على الكفاءه. بناء على الكفاءه. بس لا تنسى احنا عندنا هذه المشكله بكل مكان. الان عندما تنظر الى مجلس التعاون الخليجي قدرته على القياده كقوه مستقله من عام 1990 الى اليوم، ترى ان استغرقت 25 سنه من اجل ان نصل الى هذا المستوى من التنسيق اللي فيه الكبير يقول الصغير له دور، واللي فيه قد الصغير يستفيد من الحجم والعمود الفقري للكبير اللي هو المملكة العربية السعودية، ولكن ضمن هذا العمود الفقري أكو أجزاء من الجسم قاعدة تتحرك وتساعد العمود الفقري، عرفت؟ فنحن لسنا بضد بعض، واستراتيجيتنا العسكرية واحدة وهدفنا الاستراتيجي واحد، وما يسمى بالعقيدة القتالية لنا هي عقيدة غربية ونطبقها كما طبقت في الحروب الناجحة مثل حرب العراق وحرب الكويت وهلما جرى. يعني لازم نتفق من الرئيس الحين. لا مو بس نتفق من الرئيس، يعني انت عندما تضع رئيس بالمخالفة للقواعد القائمة، انا اجيب لك مثال، رئيس الاركان العراقي قبل هجوم داعش في 9 يونيو 2014 كان كردي، وقادة الفيالق اللي قدام جنودها سنة او شيعة او اللي يكون، قادة الفيالق شيعة وتعييناتهم سياسية، فهذه كلها اتفاقات تمت، لكن هل صمدوا أمام قوة من 600 إرهابي؟ فأنت تصور شنو القوة العربية المشتركة لما رئيس الأركان يأخذ أوامره من حزب، والقائد الميداني يأخذ أوامره من حزب، والقائد المحلي والقائد الآخر يأخذ أوامره من حزب آخر، فنحشة وتجيير كل هالترسانة المهمة للجيش العراقي لصالح داعش، والآن داعش يأخذ يقضم من الأرض العراقية بترسانة الجيش العراقي. صحيح. إحنا الآن نقول خل ربما الحل بالنسبة لنا هو وضعنا الحالي. أنا شخصيا أرى إن إحنا إذا تقدمنا إلى الأمام، وأنا الحمد لله واثق من هذا الشيء في اليمن وفي إعطاء الإشارات المناسبة لإيران في مناطق أخرى، وعندما لا ندخل يعني نضع رجلنا في بحيث تغوص، وإذا كانت راح تغوص بيدنا عصا تطلعنا أو معتمدين على واحد يجرنا من هالمستنقعات المحيطة فينا، فإن القوة العربية مصيرها في المستقبل راح يقوم على أساس مختلف تماما عما يطرح اليوم. في حروب مستقبلية في المنطقة متوقعة؟ أوه وايد وايد. تونا بادين. تونا بادين؟ إيه تونا بادين. ليش متنستقر بالمنطقة؟ نتي من تستقر المنطقة، نصبح عندنا دولة نشطة اقتصاديا. احنا في المنطقة احنا كمجلس تعاون نحن مستقرون الحمد لله، بس ايه اللي حولنا ايه، عندنا الأردن مستقر، عندنا المغرب مستقر، عندنا مصر نوعا ما مستقر، يعني ما نقدر نقول والله أنا ما يحدث في مصر يعيق مصر عن التقدم إلى الأمام، لا عندنا يعني احنا عندنا المشكلة ان عدم الاستقرار الان يطال دول لو بتشوفها هي لو تضع الخريطة، يعني انا اطلب من المشاهد ان ينظر الى خريطة كذي للعالم العربي
خصوصا منطقتنا يعني شرق العالم العربي، يرى ان العراق كانه رقعه يعني رقعه بالكويتي، تربط كل الخام الايراني بالخام التركي بالخام السوري بالاردني بالكويتي والسعودي كذي. لو هذا يروح نشق هذا الثوب اللي اسمه منطقه شرق العالم العربي وشرق الشرق الاوسط. فانظر الى سوريا نفس الشيء، تشد دوله ان عبرت حدودها يبت حلف شمال الاطلسي كل على راسك 25 دوله، فهمتني؟ حلو. ونظرت كل هذه الدول يعني هذه دول مركزيه، لان لولا انها مركزيه لما كانت يعني موطئ قدم القوى القديمه فارس وبيزنطه، ولا ما عرفت يعني، وكانت يعني سيت يعني مكان مركز الخلافه في الاسلام وين كان؟ دمشق وبغداد. فاحنا الان لا حد يشط بمخه ويقول والله الكويت ولا القصيم ولا ما ادري وين، زين الهفوف ترى هي بغداد، هذول لهم دورهم التاريخي لانهم سهول، هذه السهول مثل ما هي كانت جيده للبنيان الحضاره هي كذلك تنساب اليها القوى المحيطه فيك المعاديه، عرفت؟ حلو. لانها سهول ليست بجبال. وصلت. باقي لي ثلاث دقائق اربع دقائق الدكتور، بروح على الشان المحلي، ودائما ظالمين انا وياك الشان المحلي، دائما نحط له خمس دقائق اربع دقائق مع ان المفروض ان نعطي له محور كامل. نلاحظ الكويت دائما اهتمامها جسر جابل، ميناء مبارك الكبير، حقول الشمال، الاهتمام في تطوير الشمال، معظم العقود الانشائيه اهتمام ناحيه الشمال، استراتيجيه هذه بنيت من سنوات، والهدف وانا احد المسؤولين عنها يعني. ادري. فاذا التصور اللي يحدث في لجنه الرؤيه الاستراتيجيه في الديوان الامري اللي راسها معالي الشيخ ناصر صباح الاحمد، ومنذ سنوات والتفكير والذي يتم بين افراد هذه اللجنه، يعني انا كنت مستشار لها الى الخريف الماضي، يعني انا لا اعلم شنو يصير اليوم، ولكن هناك خطوط رئيسيه وضعت، يعني من بين الخطوط الرئيسيه وهي حقيقة محاولة افتراض أن هذا الكويت وكل شيء يتعلق بفهم الكويتيين للدستور والديمقراطية وغيره وغيره، انطلق هذه التوليفة مالتنا انطلق من الكويت اللي نعيش فيه، من الجهرة إلى السالمية على سبيل المثال، جنوبا إلى نويصيب، عرفت؟ طبعا مع عدم اقتطاع مزارع العبدلي فانت من هناك لهني للسالمي. فاحنا نتكلم عن كل هالحنه والرنه، هذا حقي وهذا حقك، هذا المال العام وهذا المال الخاص، وهذا ما ادري شنو، وحقي الديمقراطي يقول كذي والدستور يقول كذي، وكفى وما كفى، كلها بهالنطاق الاقليمي، لان هذه اراضي بالنسبه لنا اراضي لم تدخل للان في الحسبة هذه اللي تقوم عليها السياسة. وإذا ورأينا أن أهم شيء إذا لم نضع هذا الافتراض وهذا التصور لهذه الأراضي التي تقع شمال جنوب الكويت، ودورنا العالمي المقبل كجزء من طريق التجارة العالمي، فنحن لن نفقد كون جزء من طريق التجارة العالمي اللي مثل الميناء والجسر وخطوط سكك الحديد ومدينة الحرير، وإنما سوف نفقد روحنا وأنفسنا ولن ننهض، فهمتني؟ الحين إحنا عشان أبين لك شنو على المستوى البشري، إحنا الآن تخطينا مستوى الناس اللي يشتغلون والآن تقاعدوا إلى الناس اللي يشتغلون نص ونص، وراح نوصل إلى سكان الأفينيوز اللي يتزوجون وينمو الطفل وعلى باله أن دوام الوالد هو بالقهوة، فهذا الجيل هذا الثالث تالف والأتلف اللي بيلحقه عياله، فكيف ننهض إذا لم تكن هناك شحنة تي؟ هذه الشحنة تضربك تقول لك أن والله هذه المشاريع الاستراتيجية ما راح تمر على لجنة المناقصات. لماذا؟ لجنة المناقصات تعرف شنو الحل فيها الآن، وتعرف شلون هي لمن تروح المشروعات وشلون تفشل المشروعات.
هنا الحل الثاني هو أن القرار هذه المشروعات الاستراتيجية تكون اللي هي رأي صاحب رب الأسرة، رأيه في الأسرة اللي هو سمو الأمير، هذه قرارات تحت مظلة سمو الأمير في الديوان الأميري، تقوم فيها لجان ولجان فنية تطبق المعايير التالية: شركات عامة الشعب يملك أسهم، وتعطى المناقصات لناس سووا مثلها مو ناس يبون يجربون يصيرون بس هم وكلاء، والثالث أن تروح إلى معايير جودة مكاتب تراقبها، والرابع أن أمور محاسبية. الآن كل هذا مشروع عملاق مقدر لأنه ينفق فيه 300 مليار، الحين الكويتيين يبون نراويهم كل هذه التوليفة اليوم، نراويهم مكاتب محاسبية بس. للآن طرح المشاريع، شوف كل مشروع يفشل بسبب أن المقاول ما سواه يردون الديوان الأميري يدار إدارة أخرى. الآن تلفزيون الكويت كل يوم يحط لك فرق شباب قاعد يدير هذه المشاريع، ومو واحد قاعد هو الشيخ ناصر يدير كل الأمور، لا هو يكلف ناس. الآن هذول الناس الشباب الصغار والمكاتب الفعالة حتى لو صغار وغيره قاعدين يرون نفسهم في تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية. الآن هل هم جرى اللي بيعترض؟ أنا أقول ما يعترض، بيفوت القطار، روح اركب القطار وساهم فيه، ساهم في هذا البناء. هذا وجهة نظري. فهذه مثل ما تقول صدمة كبيرة، ماكو لجنة مناقصات، ماكو مجلس أمة، ماكو مدري شنو. بس أنا أقول لك تبيني أحيل اليوم أنت كمواطن تعتقد أنك راح تستمر كدولة بأني أنا أظل على منوال مجلس الأمة والحكومة والفساد وما الفساد؟ ما راح يسوي شيء، عرفت؟ ولجنة المناقصات متى نخلص؟ لجنة المناقصات يحلون لها عقد لسامي الفرعي يبي يدرب بوزارة 5000 دينار يحلون للمجلس المناقصات، ومدينة الحرير لجنة المناقصات. يعني إذا أنا ما أطلع من لجنة المناقصات بخمس دنانير واحد شي يطلع من لجنة المناقصات؟ أنا ما أقول لك إنهم سيئين، أنا أقول لك الأسلوب النظام البيروقراطية اللي إحنا ما يصير إحنا نخلق قرآن، نخلق صنم ونعبده نكسر الصنم ونبني. أنا عندي ما يوجد صنم يفوق في الأهمية بقاء دولة الكويت، ومن بينها حتى الدستور ما يعادل بقاء دولة الكويت واستمرار دولة الكويت ورخاء شعب دولة الكويت. أنا أحييك على الكلمتين اللي قلتهم آخر شيء، لأن لو قالهم أي سياسي لكفروه في عالم السياسة. الدكتور سامي الفري، أنا استمتعت وياك وشكرا لك على حضورك دكتور. الله يسلمك، مشكورا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى آخر حلقة في هذا الموسم، إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله يوم 5/9 في أول حلقاتنا إن شاء الله في برنامج ديوان، وإن شاء الله من يوم السبت القادم راح يكون معاكم أخوي وزميلي الأستاذ صلاح القطان. أدعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، الله يصلح الحال.